السلام عليكم خوتي، تكرر لي بزاف اسئله على اللجوء اللجوء اللجوء، درنا على اللجوء. غادي نهضروا خوتي على اللجوء هنا في امريكا. هذا الكلام تاع واحد افوكا عطاني هذه المعلومات وغادي نقدمها لكم باش ما يجيوش جماعه البلا بلا 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 يبدوا يهضروا. فاهم؟ ثم هذه بشي هضرتي انا هضره تاع واحد محامي. تفضلوا معنا. درنا اللجوء، اللجوء هنا خوتي في امريكا تقدمه كيفها كيما كاع الدول، عندك الحق انك تقدم اللجوء بالنسبه للفرد بالنسبه للعائله. كاين لجوء كما نعرفوا لجوء انساني لجوء سياسي، بلدان اللي تقبل فيها اللجوء السياسي اللي عندها الحروب ومنها مصنفه كبلد يستطيع يقدم اللجوء السياسي، واللجوء الانساني اي بلد تنجم تقدم منه اللجوء السياسي. اوكي، هنا في امريكا اخوتي تقدم مع افوكا، عندك اونتر بالنسبه لواحد سيليباتير 4000 3000 4000 على حسب الافوكا تاني وعلى حسب لونسيانتي تاعه وكاع. والعائله تقدم ما بين 7000 8000 حتى 9000، المهم تعطيه ترونش واللي يبقى تفهم انت وياه كيفاش. على المهم ما تقدم من هذيك لحظه تبدا تحسب 6 شهور يوصلك الورك بيرميت تاعك مع السوشيال، تولي تنجم تخدم عادي في شركات في الاخر عادي. تما راك بك كي شغل راك كيما انت كيما اللي هذاك اللي بك واضح، باسكو عندك السوشيال وعندك البيرمي دو ترافاي. هذه هي اخوتي، اتقارع 3 سنين ونص تفوت الإدارة الهجره قبلوا القضيه تاعك. بيان سور القضيه غادي يديموندو لك القصه تاعك علاش راك مقدم اللجوء، ويديموندو لك كارت زياده وزوج تصاوير هادو باش تقدم اللجوء. تما موراها 3 سنين ونص كيما قلنا غادي تفوت للإدارة الهجرة قبل القضية تاعك فيها وفي الخير، تقدم على الجرين كارت عام تجيك جرين كارت راك مقيم في أمريكا. بعد 3 سنين تنجم تقدم على الجنسية. المهم اللي غادي يسألوني على تدخل البلاد كاين مشاكل مع البلاد مكاش مشاكل مع البلاد، هي المشكل الوحيد أنك لما تدخل البلاد وانت مقدم فيها لجوء تعاود ترجع لأمريكا، هنايا المشكل يقولوا لك كيف انت هذيك البلاد راك مقدم عليها لجوء كيفاش رحت لها. البروبليم مع الامريكان ماشي مع بلادك، فاهم؟ ملي تبقى تدي الجنسيه تاعك عادي تدخل تخرج نورمال، هي تنجم تروح للدول المجاوره عادي تتلاقى مع العائله تاعك، يقولوا احنا توانسه يروحوا الجزائر، الجزائر يروحوا التوانسه، المروك يروحوا الجزائر، المهم كيما هكا اخوتي. اخوتي وين تنجم تدخل لبلادك عادي ما عندكش مشكل، لما ترجع الامريكان ما يسقسوش علاش دخلت لهذيك البلاد وكنت مقدم عليها لجوء. في حاله ما اذا مثلا سمحت واحد انا افوكا ياثر قال له انت قدمت في عهد مثلا نقولوا احنا في عهد بوتفليقه قدمت لجوء من بوتفليقه مات، دونك انت هنا تدخل البلاد عادي تعاود ترجع تقول لهم باللي اخوتي انا بوتفليقه مات سي بون، قال يسقسيك علاش دخل هذيك البلاد. قال باغ اكزومبل هذيك الشخص هذاك اللي كان راه في الحبس، رغم انه هو عطى مثال على مبارك قال لهم قدم في عهد مبارك وجا وزعاب مبارك مات وعاود وليت هنا دخلت البلاد وليت عادي. قال انا قدمت في عهد مبارك، مبارك مات الحكومه تاعها هذيك راحت، نجم تدخل عادي تخرج مي يكون عندك جرين كارد. هذه هي هاد الصوالح غير باش تيفيتي هذوك لي كيستيون.